حي على الصلاة. نشهد هذا الافتتاح المبارك الكريم، هي المرود أيها الأحبة تنثر عبيرها لنستقبل بكل ود واحترام. بداية أيها الأحبة في الله السيد الفاضل الكريم مدير الشؤون الدينية لولايتنا، نستقبل كذلك السيد الفاضل مدير المشاهدين لولايتنا. عمار بيت الله، أهل الله، مسبح للقبلة، أشهد الضيوف المسؤولين، سيد المدير والوفد، المشايخ والعلماء والأئمة، المحسنين والمحبين، السلام عليكم جميعا. وهذه الأسباب التي أسبحت بإنجاز هذا الفتح وبهذا الإنجاز العظيم، وأشكر بالمناسبة كل الذين صنعوا منكم ومن بعد إنجاز جزاهم الله قبل أن نصور منهم هذا ما نتفق. أسبح أسبح بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى المساجد التي تسعى بها مدينة أسبح، وأشكر المنصب الكبير إلى الجمعية التي قامت بإنجاز هذا الانتصار. فنطلب الله عز وجل إن شاء الله من هذا الشهر جاءت القلوب، وإن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله، ودائما أنا لا أسلم كل ربما قد سهل أن سهل كان النجم عن ذهب إلى قبوله، نسأل الله بقدر ما نسأل الله الرحمة، ولذلك ربي إن شاء الله يهدي ربي إن شاء الله يكون إن شاء الله يهدي هذا الدفاع إن شاء الله البلاد باستقرار. وهذا اليوم نشهد إمامة الصحابي الجليل وخالق الخليفة الرابط لأمير المؤمنين أو إمام المؤمنين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عن بقية المساجد من اهتمامها وضيعها بعد اهتمامها واستكمال شؤونها، كما يهتم لكم سيدي الوالي المحترم محب الزوايا والمساجد وخادمهم، وقد اعتذر مني وانا وامرني لقدرك السامي أضحى مبيحا، ومن أنا يا رسول الله حتى أوفي قدرك السامي شروحا، فداوي بالوصال فتلم عنا يا روم القرب منك ليستريحا. فاللهم صل عليه صلاة تكشف بها عنا كل أمة وتمحو بها عنا كل ظلمة، وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم ما تعالى الليل والنهار. هذه الجمعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نحن سكان حي قدوز نعبر عن فرحتنا، نشكر كذلك صاحب الأرض الذي تبرع بهذه الأرض، جعل الله صدقة جارية له في قبره الحاج قدوز قويدر الذي تبرع منذ مدة، ونحن ننتظر هذه صلاة الجمعة الحمد لله. نشكر قلنا وندعو جميع المصلين من يحافظوا على هذا الصرح الذي يعتبر من أهم ومن أكبر المساجد في مدينة حسي معبه. جزيل الشكر لكم إقامة الخير سواء للقريب أو البعيد أو سهلة للقريب أو البعيد، بجزيل الشكر باسم باسمي وباسم أعضاء مجلس البلدي لبلدية حسي معبه، متمنين للجميع إقامة المباركة والإجعال صرحا مشيدا كبيرا في صالح الكبير والصغير، في صالح النشيد وتربية النشيد بما هو أفضل. شكر موصول للسيد معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف على أن أبرقنا بهذا الافتتاح بهذا القرار في مسجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حي قدوز بقدوز ببلدية حاسي محبح، كما أن لا يفوتنا الشكر للسيد فاضل والي الولاية على أن أمرنا بأن يكون الفتح يتزامن مع مناسبة وطنية يوم الطالب في ذكرى
1956 19 مايو الساكنة هنيئا لهذا الإنجاز كما لا يفوتني رئيس الجمعية الدينية الصابور خلوق الذي كان له قدما ويدا ولمن أوقف هذه الأرض سي قندوس قويدر رحمه الله وأجداده وأحفاده لمن أوقفوا هذه الأرض لله سبحانه وتعالى نعبد الله فيه ونتعلم فيه أحكام ديننا وتجتمع فيه رحمتنا ولمتنا فاللهم لك الحمد ورحمة الله على الجميع وشكرا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل جرس